الرئيس السيسي يستقبل وفدا برلمانيا أوروبيا ويؤكد حرص مصر على دعم التنمية بالكونغو. انطلاق الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي في الخرطوم. الجيش السوري يتقدم في شمال تل رفعت باتجاه الحدود التركية، والإمارات تؤكد استعدادها لإرسال قوات برية إلى دمشق. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، مواد ونشرة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة نيل. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا موسعا من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية ألمار بروك. واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء مجمل الأوضاع التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، منوها إلى إنجاز استحقاقات خارطة المستقبل وتشكيل مجلس النواب الجديد، الأمر الذي سيتيح الفرصة لتنشيط البعد البرلماني في علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي عبر التعاون بين البرلمانيين. كما شدد السيسي خلال اللقاء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة في عدد من دول المنطقة. من جانبه رحب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها مصر على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية مواصلة عملية الإصلاح الديمقراطي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام. دكتور يسري مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور يسري، يعني كيف ترى أهمية لقاء الرئيس السيسي اليوم بوفد موسع من أعضاء البرلمان الأوروبي؟ أعتقد أن اللقاء كان في غاية الأهمية، حيث تم التشاور في ثلاث ملفات رئيسة. الملف الأول وهو متعلق بالعلاقات ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتفعيل أيضا العلاقات ما بين مجلس النواب المصري وما بين البرلمان الأوروبي على وجه التحديد. الأمر الثاني وهو المتعلق برسائل واضحة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد البرلمان الأوروبي، ومتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وضرورة مواصلة التنمية الشاملة بشكل أساسي. الملف الثالث أو الرسالة الأخرى وهي المتعلقة بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته حسب حجم المسؤوليات الألقاء على عاتقه من حيث مواجهة الحركات الإرهابية ومواجهة الإرهابيين بشكل واضح، وضرورة يعني وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المختلفة. الرسالة الأخرى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور الإيجابي الذي يلعبه الأزهر في تصويب الخطاب الديني وإعلاء قيم التسامح وقبول واحترام الآخر، وتشديد على فكرة الوسطية التي تمتاز بها الدولة المصرية. كل هذه الأمور كانت محور التباحث، خاصة وأن الوفد البرلمان الأوروبي شدد على أهمية التنمية التي تقوم وأشاد في نفس الوقت التنمية التي تقوم بها مصر، والرئيس أكد على أنها عملية مستمرة ولن تتوقف الدولة المصرية عن إنجازها. دكتور يسري، ولكن من وجهة نظر حضرتك كيف يمكن لمصر أن تستفيد من هذا التقارب في دعم الدولة على مستوى السياسي وأيضا المستوى الاقتصادي؟ نعم، بالنسبة للاستفادة من مثل هذه اللقاءات ليس فقط الهدف منها توضيح صورة وحقيقة ما جرى في مصر بعد 30 يونيو، ولكن بتضع المسؤولين التشريعيين في أوروبا حول حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بشكل واضح، خاصة الوضع في ليبيا الآن الذي باتت الدولة فيه معددة بشكل كلي، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي شاركت في هذا الوضع. ومن ثم الرئيس أشار بشكل ضمني بضرورة أن يتحلل جميعا بمسؤوليته،
الامر الثاني ان السلطه هذه هي السلطه التشريعيه، السلطه الاعلى في اوروبا هي التي تستطيع ان تخصص جزء من ميزانيات الدول الاتحاد الاوروبي لمواجهه الحركات الارهابيه، لمواجهه الهجره غير الشرعيه، لمحاوله اعاده بناء الدوله الليبيه او المساعده في عمليه التنميه في منطقه الشرق الاوسط بشكل كلي. نعم دكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الاهرام، شكرا جزيلا لك. من جانبها حثت جامعة الدول العربية البرلمان الأوروبي على ضرورة تكريس الجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها الدول العربية وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب. أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية خلال اجتماع مع وفد من البرلمان الأوروبي على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الأمن والسلام بالمنطقة، مشيرا إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية. وأضاف حلي أنه تم التوافق على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات المشتعلة في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، وإعادة الاهتمام الأوروبي والدولي للقضية الفلسطينية التي شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للكونغو الديمقراطية والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الطموحة بها، مشددا على حرص مصر على الانفتاح على كافة دول القارة الإفريقية. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن تعزيز التعاون مع دول القارة ودفع عملية التنمية والاستقرار يعدان من أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لأوغستين ماتاتا بونونيو رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، معربا عن تطلعه لاستقبال الرئيس جوزيف كابيلا قريبا في القاهرة من أجل دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بوفد من بنك التنمية الإفريقي، وذلك بحضور الدكتورة صحة النصر وزيرة التعاون الدولي. وفي مستهل اللقاء توجه أعضاء الوفد بالتهنئة على بدء انعقاد مجلس النواب المصري، مؤكدين أن استكمال بناء مؤسسات الدولة خطوة هامة في تحقيق الاستقرار السياسي والذي يعد ضمانة لتحقيق النمو الاقتصادي. وأشاروا إلى أن زيارتهم الحالية إلى القاهرة تأتي في إطار الزيارات السنوية التي يقومون بها لدول المنطقة من أجل متابعة عمل البنك بها، ومؤكدين أنهم يقومون خلال الزيارة بالتشاور مع السلطات المصرية للوقوف على أولويات البرامج التنموية التي يتم تنفيذها حاليا حتى يتسنى إحراز المزيد من التعاون بشأنها. افتتح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه الملحق المطور الجديد لمستشفى الشرطه بالعجوزه بعد ظهر اليوم. وخلال الافتتاح اشاد رئيس مجلس الوزراء بهذا الصرح الطبي الذي يعد اضافه هامه للخدمات الطبيه في وزاره الداخليه، مؤكدا ان الدوله لا تتوانى في تقديم كافه اوجه الدعم والرعايه الطبيه لرجال الشرطه. وقد أكد المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام والارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية والعلاجية لأبناء الوطن. يبدأ اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء زيارة إلى دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد ابتداء من 8 وحتى 10 من فبراير الجاري. تناقش القمة مجموعة من الموضوعات بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي، ويعرض خلالها رئيس الوزراء جهود مصر في تحسين الأداء الحكومي وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وإزالة أي معوقات أمام الاستثمار في مصر. شارك نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الأول للعمل الاستشاري الإنساني العالمي بدبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم، حيث تم اعتماد بيان العمل الإنساني والوثيقة التأسيسية للمجلس. وأكد الأمين العام خلال الاجتماع أهمية العمل الإنساني الجماعي في المرحلة الراهنة التي تشهد أزمات وكوارث إنسانية تحتاج إلى تضافر المجتمع لمواجهتها. واقترح الأمين العام أن تقوم الأمم المتحدة بمبادرة إعلان دولي أو اتفاقية دولية للوقاية من الكوارث الإنسانية. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة تستغرق 3 أيام،
تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتشاور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي. ومن المقرر أن يلتقي شكري مع نظيره الأمريكي جون كيري ورؤساء وأعضاء لجان الاستخبارات والخدمات العسكرية والاعتمادات بمجلسي النواب والشيوخ ومستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس ولفيف من أعضاء الكونغرس الأمريكي. بدأت اليوم في الخرطوم أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي. يناقش أعضاء اللجنة الوطنية للدول الثلاث خلال الاجتماعات عرض المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بشأن الدراسات الفنية المطلوبة لمعرفة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان. يرأس وفد مصر في الاجتماعات التي تستمر على مدار 3 أيام أحمد بهاء الدين رئيس قطاع الوزارة لمياه النيل. أعلنت وزارة الداخلية عن مصر 4 عناصر من تنظيم أجناد مصر متورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والتي استهدفت زعزعة أمن واستقرار البلاد وتهديد المواطنين. كانت الوزارة قد أعلنت في بيان لها أن معلومات كانت قد توفرت للأجهزة الأمنية حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية من إحدى المنازل المستأجرة بقرية الكريمات مركز أطفيح بمحافظة الجيزة وكرا للاختباء وتصنيع المواد المتفجرة. اعتمد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في مصر 2016-2020 بناء على الأدلة الصادرة من منظمة الصحة العالمية وفي إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الأورام. أكد وزير الصحة أنه لم يتم رصد أي حالات حتى الآن يشتبه بإصابتها بفيروس زيكا في مصر، وذلك بالرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بوبائية الفيروس. وأضاف أن قطاع الطب الوقائي بالوزارة يقوم بعمل العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس في محافظات مصر. لازم نبلغ المجتمع المصري أنه موجود بشكل وبائي، خلينا نقول وبائي أو بنقول أنه هو حاجة عاملة خطورة في كل من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. ما جالناش ولا حالة عندنا في مصر الحمد لله. إحنا عاملين حصر للمنافذ في كلها البرية والجوية، خلينا نقول الجوية عن طريق البحر لكل اللي جايين من الدول ديت، بنعمل لهم تشيك اب وبنتتبعهم لمدة 10 أيام بعد ما جيهم لمصر لفترة الحضانة. بنوعي الناس ان في حاجة، ما بنقولش حاجة عالمية، لازم الناس تعرف ان في حاجة عالمية ما جات لناش في مصر الحمد لله. احنا حريصين عليها وما فيش تخوف، مجرد ان احنا بنبلغ الناس ان في شيء. فبنقول ان هذه البعوض هل هي موجودة في مصر؟ لا، هذا موجود، موجودة طبعا على نطاق بسيط. موجودة فين؟ اتحددت جغرافيا في جنوب المنيا واول محافظة او اول مدينة في اسيوط، عارفين انها موجودة هناك. بنحارب البتاع دي عشان لو حصل ان جت هذه الحالات بنبقى يعني لين احتياطاتنا. يعني عايز اقول ان احنا بناخد خطوة. تستعد مصر لاستضافة قمة الكوماسة لدول شرق وجنوب افريقيا بمدينة شرم الشيخ المزمع انعقادها يومي 20 و21 من الشهر الجاري بعدما استضافتها في شهر يونيو من العام الماضي. تهدف الكوميسا التي تضم في عضويتها 19 دولة تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وتطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات للدول الأعضاء. عندما كانت الحاجة ملحة نحو تكامل اقتصادي للقارة السمراء، تم التوقيع في نهاية عام 1981 بين عدد من الدول على اتفاقية منطقة للتجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا لتدخل حيز التنفيذ في اكتوبر من العام الذي تلاه. ونتيجة للتعاون الذي حققته هذه الاتفاقية، قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون بينها، وذلك بإقامة سوق مشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، وذلك كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإفريقية. وتم التوقيع على الاتفاقية في نهاية عام 1994 لتصبح الكوميسا بدلا من اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية، فيما انضمت مصر إليها في مايو من عام 1998.
من أبرز أهداف الكوميسا لدول الأعضاء هو إنشاء منطقة تجارة حرة وتطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات ودفع عجلة التنمية المشتركة في مجالات النشاط الاقتصادية والتعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود والتعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وباقي دول العالم. العلاقات التجارية بين مصر ودول الأعضاء بالكوميسا شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول المنظمة أكثر من 1,100,000,000 دولار، وذلك خلال النصف الأول من عام 2014، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول خلال نفس الفترة نحو 310 ملايين دولار. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا في مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية والسكر والخضروات والفاكهة وبعض المنتجات الهندسية، بينما تتمثل الواردات في البن والشاي والتبغ والحبوب الزيتية والسمسم والنحاس والحيوانات الحية. وأدعوكم لإنتاج مشاركتكم بشرم الشيخ للتعرف على ما شهدته ونشهده هذه المدينة من تقدم ورواج في مختلف المجالات. هذا وقد استضافت مصر القمة الأخيرة بمدينة شرم الشيخ في يونيو من العام الماضي، وتستعد لاستضافة القمة مجددا في فبراير الجاري في شرم الشيخ مدينة السلام. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في إطار التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابية. قال أنور قرقاش وزير دولة الإماراتي لشؤون الخارجية في مؤتمر صحفي، قال إن وجود قيادة أمريكية لهذه القوة سيكون شرطا مسبقا للإمارات. Real campaign against داعش has to include ground elements. يجب أن تتضمن الحملة العسكرية لقوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تتضمن قوات على الأرض. نشعر بخيبة أمل من تباطؤ التصدي لداعش رغم التقدم المحدود في العراق مؤخرا. نحن لا نتحدث عن آلاف الجنود، لكننا نتحدث عن قوات تقدم الدعم للقوات التي تقاتل على الأرض. أعتقد أن موقفنا يبقى كما هو، وعلينا أن نرى كيف يتقدم ذلك. ونشرت مسبقا بوجود قيادة أمريكية لهذه القوات. تتقدم قوات النظام السوري بغطاء جوي روسي باتجاه مدينة تل رفعة القريبة من الحدود مع تركيا، وأحد أهم معاقل فصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي. يأتي تقدم القوات النظامية باتجاه تل رفعة في إطار عملية عسكرية واسعة بدأتها منذ أسبوع في ريف حلب الشمالي، استعدت خلالها السيطرة على قرى وبلدات عدة
من الفصائل المتشددة والمعارضة وكسر الحصار المفروض على بلدتي نبل وزهراء. في الوقت ذاته قتل نحو 40 عنصرا من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في كمين نصبه ما يسمى بتنظيم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية. لقي 35 إرهابيا من تنظيم داعش مصرعهم وأصيب 19 آخرين خلال عمليات عسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق. هذا وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لطرد جيوب مسلح التنظيم من مناطق مدينة الرمادي بعد استعادة السيطرة عليها. تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لطرد جيوب مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من مناطق مدينة الرمادي بعد تحرير منطقة السجارية شرقي المدينة. وتقوم القوات العراقية بتمشيط المنطقة مدعومة بطائرات الجيش المقاتلة وطائرات الهليكوبتر، وذلك بعد تمكنها من قتل أعداد كبيرة من التنظيم في المعارك، كما تقوم بتطهير المناطق المحررة والطرق من المتفجرات التي قام تنظيم داعش بتفخيخها وزرعها قبل فراره. قتلنا أكثر من 65 من عصابات داعش، لا زالت جثثهم في أرض المعركة. حررت السجارية بالكامل. بعدها حقيقة اليوم بدأنا بإزالة العبوات الناسفة من الطرق الرئيسية والفرعية. الطريق الرابط بين مركز الرمادي والسجارية تم رفع أكثر من 16 عبة ناسفة وأصبح صالح لمسير الآليات والأشخاص. القوات العراقية تقوم أيضا بتأمين السكان ومرافقة واصطحاب بعضهم من منازلهم إلى مناطق آمنة. وقد استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق في نهاية الشهر الماضي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي الذي كان قد استولى على أجزاء واسعة من العراق منذ عام 2014. وكانت عناصر مسلحة تسيطر على أجزاء من محافظة الأنبار قبل أن يجتاحها التنظيم ويسيطر عليها بالكامل في مايو من العام الماضي. وقد استعادت القوات العراقية السيطرة على الرمادي بعد شهور من المعارك، حيث حاصرت مناطق سيطر عليها التنظيم وانطلقت للسيطرة على وسط المدينة ومواصلة مطاردة عناصر داعش والقضاء عليهم. التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كابلر. ذكر الموقع الرسمي للمجلس الرئاسي أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لافتا أن كابلر عرض على السراج نتائج زيارته لمدينة شحات شرقي ليبيا ولقائه برئيس مجلس النواب عقيل صالح. ومن المقرر أن يتقدم المجلس الرئاسي الليبي بالتشكيل الوزاري المكون من 12 وزيرا إلى البرلمان غدا الاثنين من أجل الموافقة عليه. قال عضو المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهي ولايته عن مدينة الكفرة السنوسي القمي أن عدد القتلى الناتج عن اشتباكات المدينة مؤخرا وصل إلى 50 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 15. كانت مواجهات مسلحة قد اندلعت بمنطقة بوزريق بين قوات الجيش الليبي ومجموعة مسلحة تابعة لحركة تحرير السودان المعارضة. من ناحية أخرى قتل 4 أشخاص في غارة جوية لطائرة مجهولة على مدينة ديرنا شرقي ليبيا. وأشارت مصادر محلية إلى أن الغارة أسفرت عن حدوث خسائر مادية في المنطقة التي يوجد بها مسلح تنظيم داعش الإرهابي. من جهتها أدان مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية السفير عاشور بوراشد القصف العشوائي غير المبرر الذي تعرضت له مدينة ديرنا، واعتبر هذا الانتهاك جريمة في حق المدنيين العزال. وافق نواب البرلمان الجزائري اليوم على تعديلات دستورية اقترحها رئيس عبد العزيز بوتفليقة تشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان. قال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة، لكن قادة المعارضة رفضوا التغييرات وقالوا إنها ظاهرية.
أعلنت السلطات السعودية استشهاد جندي ومدني في مدينة عسير جنوب المملكة بقذائف أطلقت من الأراضي اليمنية، بينما تواصل طائرات التحالف العربي قصف مواقع تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. هذا وقد سيطرت قوات الجيش اليمني على منطقة ماسورة معقل الحوثيين في مديرية نهم بصنعاء من جهة الجنوب، في حين قتل 3 مدنيين وأصيب 14 آخرون في قصف عشوائي للحوثيين على الأحياء السكنية في مدينة تعز. في تطور جديد صوب استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء، أقامت القوات اليمنية أول نقطة أمنية على بوابتها الشرقية بعد أن حررت معظم مديرية نهم الاستراتيجية من الميليشيات الحوثيين وحلفائهم بعد معارك ضارية استمرت على مدار شهر. فبعد ساعات من فرض حصار مطبق على مدينة نهم الواقعة عند مفترق طرق بين العاصمة اليمنية وثلاث محافظات أخرى، استعادت القوات اليمنية السيطرة على منطقة ماسورة أهم سوق تجاري في المديرية ومعقل ميليشيات الحوثيين وصالح. طائرات التحالف العربي عززت التقدم الذي أحرزته القوات اليمنية تجاه العاصمة صنعاء، وكثفت غاراتها الجوية على تجمعات الميليشيات في وادي ملح ومعسكر ونقطة الفرضة بمنطقة نهم شرقية صنعاء. في المقابل تواصلت انتهاكات الحوثيين للحدود السعودية، حيث استشهد جندي ومدني في منطقة عسير جنوب المملكة بقذائف أطلقت من شمال اليمن، لترتفع حصيلة ضحايا القذائف التي أطلقت من اليمن تجاه المملكة إلى 90 شهيدا من مدنيين وعسكريين بحسب وكالة الأنباء السعودية، وذلك منذ بدء التحالف العربي الذي تقوده الرياض عملياته العسكرية ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو عام. وفي مسلسل جديد للقصف المتعمد بحق المدنيين الأبرياء في تعز، أطلقت ميليشيات الحوثي أكثر من 20 صاروخ كاتيوشا على قرى بمديرية الوازعية غربية تعز، وفرضت حصارا على المديرية، كما استولت على إحدى القوافل الإنسانية الطبية وهي في طريقها إلى تعز. الاعتداءات الحوثية على تعز أسفرت عن مقتل أكثر من 3 مدنيين بينهم امرأة وإصابة عشرات آخرين، وارتفعت حصيلة قتل استهداف الحوثيين للأحياء السكنية والمدنيين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى أكثر من 500 مدني خلال شهر يناير الماضي بينهم نساء وأطفال بحسب مركز حقوقي تابع للأمم المتحدة. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الاتحاد الأوروبي الذي دعا إسرائيل إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقلق الكبير من تزايد عمليات الهدم. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن الموقف الأوروبي ينسجم مع القانون الدولي ومع سياسة الاتحاد الأوروبي ثابتة اتجاه عدم شرعية الاستيطان، ويتماشى مع الجهود الأوروبية المتواصلة لإحياء عملية سلام حقيقية ومفاوضات جادة بين الطرفين. اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة بحراسة عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى مجموعة من المصلين للمستوطنين بهتافات التكبير والتهليل، بينما جددت مجموعة من النساء المرابطات المبعدات عن الأقصى اعتصامهن قرب باب المسجد من جهة باب حطة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع أكثر من 60 سيدة وفتاة من دخول المسجد الأقصى منذ أكثر من 5 شهور متتالية بسبب مشاركتهن في التصدي للمستوطنين. بانوراما نيل متواصلة معكم، وفيها بعد قليل مجلس الأمن يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى.
مشاهدينا هذه وقفتنا الأولى في بانوراما النيل والمتابعة لأخبار المال والاقتصاد مع زميلة حنان فولي. إليك حنان. شكرا لك نجلاء. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزارة التموين تؤكد أن الاحتياطية الاستراتيجية من القمح يكفي لمنتصف مايو المقبل، والوزير ينفي دخول شحنة قمح مسرطنة إلى مصر. تفاصيل مع العنوان الرئيس، حيث أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الاحتياطية الاستراتيجية من الأقماح يكفي حتى منتصف مايو المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر الوزارة مع وزير الزراعة الدكتور عصام فايد. وحول ما تردد بشأن دخول شحنة تحمل 63 ألف طن من القمح المسرطن إلى مصر خلال الفترة الماضية، أكد وزير التموين أن مصر رفضت الشحنة بسبب التخوف من تأثير زيادة نسبة فطر الأرجوت عن النسبة المحددة. ومن جهته أكد وزير الزراعة عصام فايد أن 91% من مزارع القمح سيحصلون على دعم نقدي قدره 1300 جنيه للفلاح عن الفدان الواحد، وبحد أقصى 25 فدان. احتياطي مصر من القمح زي ما قلت بيكفي لغاية منتصف مايو. ما تم رفضه هو أمر طبيعي ومحتمل ووارد، وهي سفينة كانت تحمل 63 ألف طن. هذا الأمر غير مؤثر على الاحتياطي، وكمان أن المسؤولية دائما بتكون على المورد إذا كانت شحنته غير مطابقة للمواصفات، وده العرف الدولي. عدد المزارعين المستحقين للدعم 3,108,199. أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان التزام الحكومة باستكمال تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك للوصول لمعدلات النمو المنشودة. وأشار وزير الاستثمار إلى أن رؤية الحكومة الحالية للاقتصاد المصري طموحة ومحددة بخطط وبرامج قابلة للتنفيذ، مستهدفة معدلات نمو تتراوح ما بين 6.5 و7% للعام المالي 2018-2019، ومعدل استثمار يبلغ نحو 19%، ومعدل ادخار يتراوح ما بين 9 و10%. أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابا على مضاعفة حركة التجارة البينية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير اليوم مع جافري دونالدسون المبعوث التجاري للحكومة البريطانية. وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق لزيادة حركة التجارة البينية. هذا وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات بلغت نحو 5.5 مليار دولار بنهاية 2015. نتحول للبورصة المصرية والتي تباينت أداء مؤشراتها عند الإغلاق متأثرة بعمليات بيع مؤسسية من صناديق استثمار ومحافظ مختلفة. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 2.3 مليار جنيه من قيمته بعد تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه.
من البورصة المصرية لبورصات المنطقة في الخليج، والتي شهدت مؤشراتها الرئيسة اليوم موجة انخفاضات ملحوظة لم تستثنى منها سوى بورصتي مسقط والكويت بمكاسب تراوحت بين 1.11% إلى 0.16%. إذا مشاهدينا، بمؤشرات البورصات المصرية والخليجية وصلنا لنهاية هذه النشرة الاقتصادية. شكرا للمتابعة، عودة مرة أخرى لمواصلات بانوراما النيل مع نجلاء. إليك مرة أخرى نجلاء. شكرا لك حنان. مشاهدينا، عناوين الأخبار وتذكرة بها. الرئيس السيسي يستقبل وفدا برلمانيا أوروبيا ويؤكد حرص مصر على دعم التنمية بالكونغو. انطلاق الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي في الخرطوم. الجيش السوري يتقدم في شمال تل رفعت باتجاه الحدود التركية، والإمارات تؤكد استعدادها لإرسال قوات برية إلى دمشق. نظمت مجموعة من أنصار حزب الشعوب الديمقراطية الكردي مسيرة احتجاجية على فرض حظر التجوال في مناطق بجنوب شرق البلاد. بدورها أطلقت القوات التركية قنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على نحو 50 متظاهرا. وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه. ندد مجلس الأمن الدولي بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بعد بضعة أسابيع من إجرائها تجربة نووية رابعة، حيث أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق أنها نجحت في وضع قمر صناعي في المدار بفضل إطلاقها صاروخا في خطوة قالت إنها حدث العصر، تأتي في إطار صنع أسلحة قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن مسؤولي الدفاع الأمريكيين والكوريين الجنوبيين قرروا بدء محادثات رسمية لنشر نظام دفاعي أمريكي مضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية. من جانبه قال جي سونغ نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الأمريكي الثامن الجنرال توماس فاندال إن التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي لا خيار أمامه سوى القيام بهذا التحرك الدفاعي. عقب إعلان كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخ بعيد المدى، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن مسؤولي الدفاع الأمريكيين والكوريين الجنوبيين قرروا بدء محادثات رسمية لنشر نظام دفاعي أمريكي مضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية. وقال النائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي للشؤون السياسية يوجي سونغ إنه ستبدأ رسميا محادثات حول نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ. تقرر بدء محادثات رسمية حول إمكانية نشر نظام ثاد في إطار الجهود لتعزيز الدفاع المضاد للصواريخ للحلف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وترى واشنطن أنه سلاح ردع أساسي لبرنامج الصواريخ الباليستية الكوري الشمالي، بينما تعتبره روسيا والصين ضربة لاستقرار المنطقة يمكن أن تطلق سباقا إلى التسلح. وقال جي سونغ في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الأمريكي الثامن المتمركز في الجنوب الجنرال توماس فاندل، قال إن التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي لا خيار أمامه سوى القيام بهذا التحرك الدفاعي، لأن كوريا الشمالية تتبع استراتيجية استفزازية وترفض إجراء حوار حقيقي حول نزع الأسلحة النووية. من جهته أكد فاندل أن الوقت قد حان للتقدم في نشر منظومة ثاد. حان الوقت للسير قدما في قضية منظومة ثاد، ونؤكد وجود دعم متزايد في كوريا الجنوبية لنشرها. وترى كوريا الشمالية في هذه الخطوة تكتيكا من الحرب الباردة لاحتواء الصين وروسيا، لكن جي سونغ أكد أن منظومة ثاد لن تعمل إلا فيما يتعلق بكوريا الشمالية. قال مسؤول حكومي محلي في تايوان إن أكثر من 130 شخصا ما زالوا محاصرين تحت أنقاض برج سكني انهار في مدينة تاينان بجنوب البلاد جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا وأكثر من 500 مصاب. وأفادت مصادر محلية أن فرق الإغاثة أنقذت 356 شخصا، في حين لا يزال 152 شخصا في عدد المفقودين. شهدنا ثاني وقفاتنا في هذه البانوراما متابعة لأخبار الكرة والملاعب مع زميل